السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نتعرفوا على البلان دو كور موديل ماشين تيرميك ديال اس ام بي اس 6. تخيل بالنسبه للموديل ديال ماشين تيرميك اون جينيرال في ربعه ديال لي شابيتر. تخيل لا بروميير شابيتر غادي نتعرفوا على يعني الرابيل ديال الثيرموديناميك ان، يعني داكشي اللي قرينا في الثيرموديناميك ان غادي نحتاجوه في هذا الموديل ماشين تيرميك. تخيل يعني داكشي اللي مهم هو اللي غادي نعمل لكم ان شاء الله في لا بروميير شابيتر، يعني ليسونسييل. تخيل بيان دوزيام شابيتر غادي نشوفو لي موتور كومبيسيون انترن، غادي نشوفو يعني الموتور ديال ديسيل باغ اكزومبل، موتور ديال ليسانس اي انسي دو سويت اي بليزيوغ ديال لي موتور. يعني كاينين سات لي موتور لي هما ليسونسييل اللي غادي تقراهم ان شاء الله في هاد الموديل. داكوغ في لا تروازيام شابيتر غادي نشوفو لي توربين اغاز، وكذلك غادي نشوفو لي توربين اغياكتور. فوالا من بعد ان شاء الله في لي فيديوهات غادي يجيو لي ديتاي ديال هاد لي شابيتر. داكوغ فوالا لا ديغنييغ شابيتر غادي نتعرفو على الماشين تيرميك شونجمون دو فاز. تخي بيان دونك هادو هما لي كاتر شابيتر لي غادي نقراوهم في هاد الماشين تيرميك. فوالا قبل ما نبدا ان شاء الله يعني نشرح لكم هاد لي ديتاي، الا عندكم بليزيوغ ديال لي كيسيون ما تنساوش توضعهم في الكومونتير، وبارطاجيو لي لين ديال لا فيديو مع تيليزيتيديو باش ان شاء الله تومي دامو القناه. اي بون كوراج.